وقال غفرانك، هذه السنة الرابعة، أن يقول غفرانك عند الانتهاء من قضاء الحاجة، عند الانتهاء من قضاء الحاجة يقول غفرانك، غفرانك. طيب غفرانك ما مناسبة الاستغفار بعد قضاء الحاجة؟ حاصل كلام أهل العلم لا سيما أهل التحقيق كالخطابي وشمس الدين ابن القيم وجمع، ذكروا ثلاثة أمور ناسب ذكر الاستغفار بعد قضاء الحاجة. الأول قيل من أجل التقصير بهجران الذكر وقت قضاء الحاجة، قالوا بأن الإنسان يكون وقت قضاء الحاجة صامتا فيكون قد قصر في ذكر الله. القول الثاني قالوا من أجل التقصير في شكر الله عليه بأكل الطعام ثم هضمه ثم تسهيل خروجه. الثالث قالوا لما أنعم الله عليه بالتخلص من أذى البدن، أو لما أنعم الله عليه بالتخلص من أذى البدن سأل الله أن يخلصه من أذى القلب، وهي الذنوب والمعاصي، وهي الذنوب والمعاصي. وهذا الذي مال إليه وعبد الله بن القيم رحمة الله عليه، ولو كلام ماتع في هذا في مفتاح دار السعادة وفي غيره، أظن في بدائع الفوائد، فوائد أيضا. وجاء في الحديث الصحيح أن من السنة أن يقول الإنسان بعد الأكل والشرب، لاحظ بعد الأكل والشرب، الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، وجعل له مخرجا، لكن هذا بعد الأكل، بعد الأكل. وروي عن بعض الصحابة أنه كان إذا خرج من الخلاء مسح بطنه وقال يا لها من نعمة، وقال الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني أذاه، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى الذي لو بقي لأهلكني وعافاني بدون أذى. وهذا لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هناك من رواه حديثا مرفوعا، والصواب بأنه مروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم.